وعايزين ناكد على دي يا سعد، يعني لان الناس دلوقتي انت وانت اكيد الفتره اللي فاتت شفت الشوشره شويه، وهرجع لك في النقطه دي. انت بتتعامل ازاي كواحد من كباتن الفرقه داخل النادي، بتتعامل مع القصه دي ازاي؟ والجزء الثاني بتاكد للناس ان في ناس بتقول ما الموضوع بقى موضوع احتراف، وان من حق اللعيب انه يقعد يقول انا عايز بدل الواحد عايز 10. لا، لغايه دلوقتي موجود في النادي الاهلي ان في لعيبه بيجي لها العقد وبتمضيه، وبعديها بثلاث شهور ممكن يقعد، بس هو بيدي خلاص انا كده كده موجود في النادي الاهلي معاكم. النقاش على الكام وده بيبقى لاحقا وبيتم، يعني اكد على الكلام ده لان الناس بتقول الكلام ده ما بيحصلش. هو زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هاني، هو طبعا الاحتراف موجود ومش عيب ان اللاعب يطلب بحقه، ده حقيقي. وهو مش طبيعي ان اللاعب يمضي على بياض برضه، ده في الزمن ده مش طبيعي. طبعا مش طبيعي ان نتكلم في استثناءات، ما تقدرش تلوم لعيب مش عايز يمضي على بياض. لا، لكن هي القصه هي القصه ان احنا كان في، انا ممكن عشان عاصرت اجيال كتير قديمه وشفت مثلا اللعيبه الكبيره بتتصرف ازاي مع النادي او في التجديدات او فكان هم بيعملوا كده يعني. فبالنسبه لك ده فدي ما كانتش حاجه يعني. وبيبقى في سن الكسوف شويه يعني، ان انت اول ما تتكلم فتتكلم في الماديات، وده واقع بيحصل. فانت يعني انا مضيت في رمضان، في شهر رمضان اللي فات فابتديت اتكلم في التفاصيل العقد الفلوس والعقد بعديها بشهرين. بعدها بشهرين بالظبط. وفي اوقات انت بتبقى في ضغوط، في ماتشات مهمه، في مثلا ملفات كتير النادي شغال فيها، فانت مش عايز تخش في الوقت على مدير الكوره او مدير التعاقدات ان انت تشغل الدنيا. فده بيحصل، ده مش كلام احنا بنقول كلام عشان نقول للناس ان على الحاجات ما بتحصلش. لا، ده دي حاجات ثوابت واسس. والشناوي عمل كده، وفي لعيبه عمل فعلا بالظبط. بس زي ما انت بتقول احنا ما بنقولش ان مش من حق اللعيب، لا احنا فعلا عايشين احتراف، وممكن جدا من حق اللاعب ان هو يقول لا اقعد وتعاقد على. هي بتتفاوت بقى من بالزبط. شخصيه للتانيه بالزبط. في واحد انا بقى لي 11 موسم في النادي الاهلي او 11 سنه دي السنه ال 12، فانت يعني بقى لك عمرك في النادي الاهلي كله، وطالع من صغير في النادي، فشفت الكبير بيتصرف ازاي، شفت الناس اللي قبلك بتتصرف ازاي، فبتحاول تحافظ على الحاجات اللي انت اتعلمتها على قد ما تقدر. ده صحيح.